إيه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي وإزاي بس داري وإزاي يبقى جاري واتشوه إليه ما عاد لله والبكرة خمسة تمام من قدم شئ بأداء يلقوا كله على الله حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم عيد ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان أقول كل الرضا يومات أروح له مرتين مش سيدة بسنة الحسين يا سلام يعني سامعين كان بيروح لها كده مرتين من السيدة للحسين وده ليه؟ علشان بس يعني بس ينور بس رضاها مين فيكم الحقيقة كرجالة يعني طبعا أو ستات يعني مش هنتكلم عن رجالة بس هو طبيعي إن احنا عارفين إن دايما الراجل هو اللي بيعمل مين فيكم بيعمل كده دلوقتي طبعا أكيد دلوقتي محدش بيعمل كده بيعملوا ايه بقى واتساب فيسبوك سناب شات فيديو كول حاجات كتير جدا مع تطور الزمن زمان كنا بنشوف الحقيقة الراجل بيقف تحت الشباك عشان يقعد كده يغني لحبيبته يبص بس يلمح بس حبيبته الحب زمان كان وسيلة الحقيقة او وسيلة بنوتة جميلة صغيرة عايشة في حب زي ما بنقول دلوقتي 2018 مستنية أراءكم البنات الستات الرجالة يعني برضو هنسمح لهم يتكلموا لا طبعا أنا همني أن الرجالة كمان تتكلم لأن ممكن في رجالة شايفة أن الستات أو البنات هي دلوقتي اللي ما عندهاش مقدرة أن هي تتكلم عن الحب أو أن هي كمان تتعامل فهستنى تليفونات حضراتكم أراءكم على الأرقام اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة وكمان صفحتنا على الفيسبوك كلام البنات خلوني أرحب بضيوفي الأعزاء النهاردة أستاذة أمال عبد الله خبيرة مصرفية أهلا بك يا أستاذة أمال أهلا بيكي منورانا في أول حلقة في كلام البنات أهلا بيكي ومبروك على البرنامج ميرسي جدا لحضرتك كمان معانا هبة هشام ملكة جمال مصر للقارات أهلا بيكي يا هبة أهلا بيكي وألف مبروك على البرنامج ميرسي. ويا رب دايما بالنجاح يا رب إن شاء الله وخليني مرة تانية معلش قبل ما نبدأ محتاجة تليفونات حضراتكم محتاجة أسمع آرائكم محتاجة أسمع آراء الرجالة محتاجة أسمع آراء البنات محتاجة أسمع آراء السيدات نبدأ بقى معاهم ونشوف كده الحب ما بين جيلين هيودينا على فين أستاذة أمال يعني زي ما أنا قلت في الإنترو إن الحب زمان كان جوابات وكان ورق وكان الورق ده عشان يوصل او الجوابات بياخد وقت يعني بياخد ايام أكيد. وليالي كان بياخد وقت كلميني بقى عن الجيل الجميل زي ما بنقول ايه زمن الفن الجميل لا هو في كمان زمن الحب الجميل فكلميني بقى رجعينا بالزمن كده ايه شويتين ثلاثه لورا اكيد طبعا الزمن ده كان جميل جدا بكل ما هو تحمله من معنى بمعنى ان كان الحب فيه لا حب بمعنى الكلمه ازاي انا اسعد حبيبي وازاي هو يسعد حبيبته كان طبعا زي ما حضرتك بتقولي كان طريقه عن طريق الجوابات وكان في كمان شريط الكاسيت يعني انا اكلمك عن تجربتي انا كان جوزي كان بره مصر في الامارات وكده فكان التواصل ما بيني وما بينه عن طريق الجوابات هو سؤال رخم بس معلش شويه الكلام ده من كام سنه يعني مثلا 31 سنه يعني بس كان في تليفونات يعني كان بس برضه هو مصر بس على بس الدارج الوسيله القديمه والمنتشر الجوابات وبعدين احط على الجواب بارفيون عشان يوصل الله. بريحته الجميله كمان فكانت دي شيء جميل جدا اتذكر ان عمري ما تلفظت بلفظ ان هو يضايقه في جواب ويمكن هو ده سر النجاح ان دلوقتي طبعاً. للاسف ما فيش حد يا جماعه بقى بيستحمل حد لا الراجل بيستحمل الست ولا الست بتستحمل الراجل بس ده برضو هنقول من يمكن من كتر الضغوط الحياتيه اللي على الواحد لا مع احترامي لكلامك انا بقول ده نبع من اساليب التربيه انا مهمة جدا برضو اقف عند النقطه دي لكن اروح لهبه ونتكلم بقى يعني انت جيل جديد وزي ما قلت انت بنوته ما شاء الله صغيره زي القمر
الحب في 2018 اكيد مريتي بتجارب حب، اكيد اصدقائك مروا بتجارب حب. شايفه الحب ازاي دلوقتي؟ هو مش موجود للاسف. سقف يا جماعه. لا لا، طب ايه السبب انه مش موجود؟ لان ما بقاش في مفهوم للمعاني لاي نوع من المشاعر اوريدي في حياتنا. يعني انت كنت بتقولي دلوقتي جمله ان ما بقاش في راجل بيستحمل ست ولا ست بتستحمل راجل، هي الناس ما بقتش مستحمله بعض اصلا. بغض النظر راجل او ست. فمشكله بتاعه عدم التفاهم دي هي بقت الاساس ان ما بقاش في حب، كل حد بقى مستعجل. وبعدين بيبقى انا بشوف برضو ده من خلال التجارب او من خلال الناس اللي انا بقابلها في الشارع، من خلال الاصدقاء، يمكن بيستسهلوا. يعني اما اكيد مثلا حضرتك لو اكيد مريتوا بمشاكل، يعني اكيد في ازمات عدتوا. طبعا طبعا. حضرتك استحملتي والطرف الاخر استحمل. ما هو ده ما هو في حب انت بتستحملي. ابسط حاجه دلوقتي، لا خلاص احنا هنسيب بعض. وبيبقى على الموبايل، على الواتساب، خلاص احنا انا مش قادره اكمل، وبلوكات. هو ده عارفه ليه حضرتك؟ لان هي اصبحت الجوازه مصلحه. صح، مصلحة. مين يكسب من مين اكتر؟ للاسف هي دي. يمكن ذكرتي موضوع الجوابات. المسجز على الواتساب، احنا دلوقتي كلنا بنتعامل بالواتساب وبالمسجز. أيوة. انا 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 بالنسبه لي حتى كنرمين، لما حد يبعت لي جواب بخط ايدي انا بتبقى ليها مشاعر ثانيه، او ليها احاسيس فرحه. صح، فرحه. فبحكي لي بقى والنبي على الحاجات يعني الحلوه بتاعت زمان دي. انت عارفه لما كان يجي مثلا بنقول ايه عليه ساعي البريد، واحس ان في جواب جاي لي، انا ببقى سعيده وضحك وحاله من الهستيريا من تباني ان في جواب انا هقراه. في جواب جاي لي، او مثلا في ناس جايين من السفر فجايين وجايبين معاهم جواب او شريط كاسيت. يعني قد ايه الفرحه والانتظار. في شغف. شغف الانتظار. يعني ليه؟ لان في حب متبادل، وبعدين حب قوي مش هش. ده حقيقي، وده يعني يمكن زي ما بقول هو الحب، زي ما في زمن الفن الجميل في حب الزمن الجميل. طيب هبه، لو هنتكلم عن الحب 2018، شايفه ايه اللي ينقص دلوقتي عن زمان؟ يعني ناقص ايه عند الراجل ولا عند الست؟ مين اللي بيبقى فيه التقصير عنده؟ الاثنين عندهم تقصير، بس يمكن انا هتحامل اكتر شويه للاسف على البنات. البنات عندهم تقصير اكتر شويه. لان بقى في متطلبات ما كانتش موجوده زمان، الست كانت بتبص لها او البنت بالزبط. كانت بتبقى هي بالزبط. دي اول الليسته. يعني زمان كان في قناعه. بالظبط بالظبط. زمان كانت البنت بتبقى عايزه ترتبط او بتقع في حب اللي بتحس ان هو هيصونها. اللي هيحبها بجد، اللي هي همها كله انسان يراعي ربنا فيها. بالظبط بالظبط. مش ملهاش متطلبات فعلا زي دلوقتي. بس دلوقتي خالص. برضو يمكن الاهل بيبقى ليهم هم، يعني ممكن لو البنت حتى بتتغاضى عن حاجات كتير الاهل، ويمكن دي حركة برضو بتتكلمي عن التربية. أيوة. عن الاهل. أيوة. هنرجع للموضوع ده، لكن خلونا احنا نزلنا الشارع وخدنا اراء الناس عن الحب ما بين جيلين. تيجوا نسمعها؟ يا ريت. تعالوا نشوف مع بعض راي الناس في الشارع وقالوا ايه عن الحب، الفرق ما بين الحب زمان والحب دلوقتي. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. الحب زمان احلى ولا دلوقتي؟ ولا ده ولا ده. اقول لك ليه؟ عشان اصلا ما فيش الكلام ده. حب دلوقتي بقى كله سوشيال ميديا وواتساب ماسنجر، لكن اول كان حب جوابات. انا بحب الجو القديم. لا، الجوابات والتليفونات الارضي افضل بكتير من دلوقتي، كان كل حاجه لها معنى بصراحه. ما بعتقدش ان دلوقتي في حب. زمان الحب كان على اصوله، ومش ايامنا احنا كمان، ايام الماما والبابا كان هو ده الحب الحقيقي. لا، السوشيال ميديا من رايي جو قديم قوي، يعني فاهم، فتقدر تشوفه اساسا فيديو كول وكده، فلا كده احسن. والله اتفرجنا عليه في الافلام والمسلسلات بس يعني زمان، لكن ما شفتوش دلوقتي. زمان كان احسن بكتير طبعا، لان الناس كانت صادقه، لكن دلوقتي يعني ممكن يعني بيبقى كلام كده، مجرد كلام بس يعني. لا طبعا، الجوابات في السوشيال ميديا
ده زمان بقى حب الجوابات كده كان اشتياق وحب انما دلوقتي البركه في النت والتليفونات خلاص. الجوابات ارحم، النت يعني حاجات مباحه زاد عن اللزوم. ممكن يكون زمان كان الحب رومانسي قوي عشان الظروف بتاعت زمان، دلوقتي الناس يعني عجولين فالحب بيبقى حب سريع يعني. دلوقتي كله تواصل اجتماعي وشات من غير مشاعر، مفيش روح، مفيش، كله خداع. الحب يعني يمكن هاخد اخر كلمه، اخر حاجه اتقفلنا بيها التقرير، الحب خداع. ليه الحب خداع؟ ابدا بهبه بقى اللي هو في الزمن بتاعنا بقى، هقول لك ليه. لان ما بقاش في الاخلاص قوي بقى، يعني في مشكله كبيره جدا. المواقع التواصل الاجتماعي او عصر السرعه اللي احنا بقينا فيه ده بدل ما يقربنا هو بعدنا اكيد، وبدل ما يخلينا بنعرف بعض اكتر فلا احنا بقينا بنشوف قشور من بره. فالقشره اللي بتلمع اكتر من بره اللي عجباني هي دي اللي هروح لها. هل بيبقى في تمثيل في بدايه العلاقه سواء من البنت او الرجل؟ دي حاجة أساسية مشتركة في أي علاقة على فكرة، باي ذا واي، مش بس في علاقة اتنين بيحبوا بعض. ليه أنا بجد أنا الموضوع ده هيجنني، ليه بيبقى في بداية العلاقة الاتنين سواء ست أو رجل بيبقى فيه ممكن إحنا بنقول إيه، إحنا بنتجمل، لكن ما يبقاش الإكستريم، يعني ما يبقاش أنا أو أنا شخصيتي حاجة بتعامل بحاجة أجي أو هو يجي أو أنا أجي أنتفاجئ بحاجة تانية خالص. زمان ده كان موجود؟ لا ما كانش موجود. لا لان كانت بنخضع لعادات وتقاليد وكان لسه في الاصول موجوده والجواز كان جواز عائلات، مع ان كمان زمان كان الجواز بيعتمد اكتر على الخطبه، يعني فكره ان الخطبه ما هي كانت موجودة. الخطبه برضو بتبص للعائلات بتوفق يعني حد عين التنين مع عين التنين والكلام ده كله. لكن دلوقتي انت حضرتك بتقولي ان في خداع، وطب الخداع بيؤدي لايه؟ ان الفشل، فشل العلاقه طبعا. وعلشان كده نسبه الطلاق ارتفعت جدا. لان انا بعد فتره من الجواز بلاقي ان مش دي اللي انا كنت عاوزها، او البنت نفسها مش هو ده اللي انا عاوزاه. صح. كنا يمكن قبل ما نطلع نشوف التقرير وقفنا عند نقطه مهمه جدا وهي التربيه، سواء للبنت او الرجل. محتاجه اتكلم بقى في النقطه دي ونركز عليها شويه مع حضرتك. التربيه على ايامي انا اتربينا ان في اصول، ان في عيب، ان ما يصحش نقول اللفظ ده، ما يصحش نعمل الموقف ده، وتعويد الرجل او المراه على ان هم طريقه التعامل. طبعا وازاي احترم جوزي، يعني من الاساسيات، او احترم خطيبي. حضرتك ده ما بقاش متوفر خالص دلوقتي، لذلك انا بقول ان الامهات يا ريت يعني يتم تاهيلهم من اول وجديد علشان يتم تاهيل الاجيال اللي بعد كده. صح. ويمكن كان لك موقف هيكلة. اتفضلي. بقول لازم يحصل اعاده هيكله في التربيه نفسها، في النشأة نفسها. والله ومش بنيجي على الرجل، احنا بنتكلم عن الرجل وعن المرأة او البنت يعني. طبعا هما الاثنين شركاء في هذه العلاقه. كان ليكي موقف حد كان بيجي يغني لك تحت البيت؟ والله هو كان في صديقه حضرتك. كان حضرتك. يعني كان في بيجي مثلا، انا اعرف ان كان في صديقه ليا كانت مرت برضو بحكايه جميله كده، فكان خطيبها الاول انت عارفه نظام بقى الشباك، ونبص من الشباك ونتابع الخطوات ونتابع هي بتعمل ايه وبتسوي ايه، والاغاني بتاعته ام كلثوم يبقى الكاسيت على اعلى صوت. الله. عشان الصوت ده يوصل لها ان هي في الشباك المقابل. طب اتجوزوا في الاخر ولا ما؟ طبعا اتجوزوا. طيب يعني في نهايه سعيده. تخيلي بقى هنا ده بيحصل دلوقتي. لا بصي، لا ده اللي انا عايزه اقوله لك. بصي كان في قد ايه المعنى والاحساس حلو ان هو عامل قد ايه مجهود علشان يساعدها. طبعا. وممكن يكون نازل في نص الليل والدنيا ساقعه ولو بالظبط ولو حد من الاهل مسكه بيعمل كده هتبقى مشكله. لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، انا هفتح في ثانيه واحده هكلم اللي انا بحبه فيديو كول. خلاص. الاشتياق ما بقاش موجود،
المجهود ما بقاش موجود، واحنا للاسف دايما اي حاجه عارفه ليه؟ لان بقى في وسائل تواصل كتير، يعني زمان ما كانش في تليفونات كتير مثلا، فكنت بضطر ان انا عايز، مش بضطر طبعا، لازم اروح اشوفها، لازم بدور التليفون الفيديو كول، فخلاص بتغني عن طبعًا الموضوع ده، فبقى الموضوع سهل يعني، صح ولا طبعا إيه؟ انا لسه بقول لك شغف ان انت تكوني قاعده مستنيه الجواب اللي هيجي، ويا ترى هيبقى مكتوب فيه ايه، وتشمي ريحه الجواب زي ما مدام امال قالت. لا وبعدين بدون قطع كلامك يا نسابة، ان كان عشان يزورها لازم في ميعاد محدد وموافق عليه الاهل. ايه ده بجد؟ اه والله. ايه ده الله، طب ما تقول لنا حبه حاجات من العادات والتقاليد بتاعه زمان يعني اللي هي كانت مش موجوده خلاص دلوقتي. مش بقى زي دلوقتي مثلا على الموبايل قابليني الساعه الفلانيه عند ما اعرفش فين لا لا ما فيش الكلام، ما بقاش فيه. لا لا لا. طيب محتاجه اخد من حضرتك نصايح كده للكاميرا، للمشاهدين، للبنات وللولاد. نصايح كده عشان الحياه تمشي، عشان الحب ده يكمل، وان ما يبقاش فيه اكيد بيبقى فيه شغف في الاول، الشغف ده بعد مده للاسف بيروح، فنصائح كده للبنات والولاد تقوليهم ليهم من حضرتك. انا النصيحه المهمه بالنسبه للولاد والبنات ان هم يراعوا ربنا في بعض، يراعوا ربنا في بعض تاني مره، يكون الحب قوي جدا ما بينهم، لان بالحب هيقوم على حاجات كتيرة جدا، على صعاب بنمر بيها في الزمن اللي احنا فيه ده، وخصوصا الناحية الاقتصادية أصبحت مرتفعة. فأنا هفضل أقول الحب ثم الحب ثم الحب مهم بالنسبة ليهم وبالنسبة لينا كلنا. أكيد. هبة كلمة أخيرة أخدها منك، وهتحب تقوليها للبنت ولا للولد؟ هقولها للاثنين. أوكي. اكتر حاجه بتخلي حياتنا كلها تبقى ناجحه الصراحه. ممكن يكون فيا عيب يكون ميزه بالنسبه لك، فدايما بحاول ان انا اكون واضحه وصريحه طول ما انا بمثل ان انا حد تاني، لما تيجي تفاجئي بحياتي هيبقى فيه صدام، هيبقى فيه مشكله، فحتى لو حسينا بمشاعر هتبتدي تروح، لاني هقابل حد تاني خالص من اول وجديد. فاهم حاجه ان احنا نكون صراحة من الاول، ابين ايه هي مميزاتي وايه هي عيوبي، ساعتها هيبقى فيه توافق، وان انا دايما احاول اعرف اللي قدامي بيحب ايه واعرفه انا بحب ايه، علشان نكسر الروتين. اكيد. ويمكن مفيش اجمل من الحب بجد، ومفيش حياه اكيد من غير حب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه امال عبد الله خبيره مصرفيه، بشكرك شكرا جزيلا. وهبه هشام ملكه جمال مصر للكرات، بشكرك هبه. ميرسي كتير ليك. مفيش اجمل من الحب زي ما قلت، ومفيش اجمل ان احنا نختم فقرتنا ان نقول ان الحب فعلا ما بيخلصش والحب ما بينتهيش، وكلام البنات اكيد ما بيخلص. احنا هنروح لفاصل ونرجع نتكلم مره ثانيه، لكن مع شيرين وساره ومعهم الفنانة الجميلة اللي أنا عن نفسي بموت فيها وبحبها جدا وهقعد أتفرج عليها، الفنانة الجميلة سلوى عثمان. استنونا بعد الفاصل.